إنه عهد جديد نفتحه معا على بركة الله يمليه ما علينا حبنا للوطن ونداء الواجب. 7 نوفمبر 1987 دخلت تونس ذاك اليوم عهدا جديدا. بعد 3 سنوات من الاستقلال ضربت تونسيون موعدا مع أول انتخابات رئاسية من نوعها عام 59 و900 و1000. وبينما كانت تونس تكتب دستورها الجديد في 2014 كانت الفوضى السياسية تحاصرها من كل جانب. الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية. ومن خلال هذه الرؤية أوفى الرئيس بجميع تعهداته السياسية. في 25 من جويلية استجاب رئيس الجمهورية لمطالب الجماهير معلنا قرارا تاريخيا. هذا المسار تعرض إلى عقبات ومحاولات ضرب من قطع للماء وشح في المواد الأساسية. يعني رئيس دولة يكشف حقائق يعطي معطيات هو مصدر مش هو يساهم في اللغط